أحسن الله إليك. في آخر أسئلة يقول: في من نزلت هاتان الآيتان أو هذه الآيات: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذه الآية نزلت في المنافقين، قوله ومنهم أي من المنافقين، لأن سورة التوبة معظمها في ذكر صفات المنافقين، ومن صفاتهم الغدر وعدم الوفاء بالعهد مع الله سبحانه وتعالى ومع عباده. نعم.